صباح الخير على زمايلنا في الاستوديو، صباح الخير على مشاهدي صدى البلد في كل مكان. اهلا بحضراتكم، زي ما احنا تعودنا جولتنا للاسعار اليوميه من الاسواق المختلفه. انا النهارده معاكم من سوق الاميريه، سوق القطاعي. الاسعار اللي انا هقولها لحضراتكم دي الاسعار اللي بيتباع بيها النهارده في السوق. طبعا الطماطم بتبدا معانا ب 25 جنيه، وفي كمان ب 30، وفي ب 20. الخيار البلدي عامل 15 جنيه، الباذنجان الرومي عامل 20 جنيه، والفلفل الرفيع عامل 20 جنيه، فلفل الالوان عامل 40 جنيه، القلقاس عامل 25 جنيه. اما عن الجزر فسعره طبعا يعتبر ارتفع شويه، عامل 30 جنيه، والباذنجان العروس عامل 12 جنيه. الزيتون بيبدا معانا من 85 و90، وده يعتبر الموسم بتاعه، موسم التخليل. البنجر عامل 30 جنيه، البصل الاحمر بيختلف سعره من 12 ل 15 و17 ونص، البطاطس عامله 20 جنيه، اما عن الكوسه عامله 20 جنيه، والليمون عامل 10 جنيه، المشروم عامل 30 جنيه، وكرنب السلطه عامل 25 جنيه. انا كمان معايا صاحب المحل واللي هيكلمنا عن حركه البيع والشراء والاسعار. ايه اخبارها الفتره دي؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا باشا، عامل ايه الخليج؟ عايزين نعرف بقى من حضرتك حركه، بس بص بقى، نبص للكاميرا وقول لي حضرتك الاسعار الفتره دي ايه اخبارها؟ الاسعار يعني الليمون دول كانت رافعه وريحت شويه، بالنسبه للخضار الخضار غالي شويه، البطاطس غليت، البصل كان ب 7 و8، النهارده عامل 15 جنيه سور خضار. طبعا الاسعار غليت. هل البصل الموسم بتاع التخزين بتاعه بدا يخلص؟ لا، هو التخزين خلص، التخزين حضرتك خلص، بيبدا من شهر بقى، بيطلع من تحت الجرن، بيطلع من تحت الجرن بقى التجار، هي مخزنها، بتطلعه ويبيعه على حسب السلعه بتاع البصل. بالنسبه للحر بوظ البصل كله، طبعا البصل غلي، مع البصل شد الاسعار. طيب وبالنسبه للبطاطس والطماطم اسعارهم عاليه ولا نزلت؟ خزين، هي خزين، طلع من الثلاجات، خزين طلع من الثلاجات، ولسه بقى الجديده طلع في شهر 11. جديدة، البطاطس الجديدة في شهر 11، طب هتبقى رخيصة ولا غالية؟ إن شاء الله رخيصة. طب كلمنا بقى عن موسم الزيتون، يعني الزيتون نازل ب 85، ده كده طبعًا سعره غالي، فإيه بقى حركة البيع والشراء بتاعته؟ قليل. قليل بالنسبة اللي كان طبعًا فلسطين كان عندها زيتون كتير بتصدر لمصر، والدنيا كانت مرتفعة، لما حصل حرب في فلسطين قليل في مصر، بس كده اترفع. فسعره 85. 85 90. طب الزيتون مكمل معانا لحد قد إيه؟ ممكن شهر كمان إن شاء الله. طيب بالنسبة يعني ايه الخضار اللي بدأ يظهر معانا في السوق؟ احنا طبعا داخلين على مفصل الشتاء، فايه الحاجات بقى اللي داخلة علينا وايه أسعارها؟ هي الأسعار، بس في الشتاء الخضار بيزيد شوية، الخضار في الشتاء بيزيد شوية، بالنسبة ليه الجو ساعة ومطر والكلام ده، بس كده. طيب ايه الخضار اللي طالع؟ الملوخية، السبانخ، ايه الحاجات اللي طالعة معانا؟ كل حاجة صوب في الشتاء، صوب بس كده. شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم سمعتوا متابعي صدى البلد، دي كانت جولتنا من سوق الاميريه، سوق القطاعي. الاسعار يعني فيها صعود وفيها ارتفاع، وفي اسعار كمان بتنزل، ولكن اللي طمنونا ان البطاطس خلاص الجديده قربت تظهر، وكمان سعرها هيبدا ينزل قليل. الموسم بتاع خزين البصل يعتبر كمان انتهى، وبدا بقى موسم التخليل والزيتون، وكمان الشتاء داخل علينا وهيظهر معانا خضار جديد الفتره الجايه. انا بشكركم شكرا جزيلا، وعوده مره اخرى للاستوديو.